مرحبا من جديد. استمرارا لنقل فعاليات احتفال أمانة الرياض ومنطقة الرياض والأهالي في الرياض بهذا العيد المبارك، انضم إلينا من الرياض مراسلنا عبد الله القرني. أهلا بك عبد الله معنا، عيدك مبارك. كيف رصدت لنا أولا الجهود التي يقوم بها مختلف رجال الأمن في تطبيق الإجراءات الاحترازية وربما أبرزها منع التجول الكلي، وفي الجانب الآخر كيف تابعت مصادر ومظاهر احتفال المواطنين بهذا العيد المبارك؟ أهلا بك محمد وأهلا بمشاهدي قناة الإخبارية. جهود رجال الأمن هي طوال الوقت مستمرة حتى في يوم العيد، ولعل ما يتوج أيضا هذه الجهود هو تتويج رجال الأمن بهذا التقدير والحفاوة من قبل أمانة مدينة الرياض، حيث تتواجد الآن في هذا الموقع في أحد النقاط التفتيشية في مدينة الرياض فرق أمانة الرياض لتوزع هدايا أو تحايا وهدايا العيد لرجال الأمن المرابطين في هذه النقاط في هذه الأيام، وأيضا على المارين من هذه النقاط سواء كانوا من مواطنين أو مقيمين. أمانة الرياض كما ترون هم كما ترون فرق أمانة مدينة الرياض توزع هذه الهدايا وهذه الباقات على رجال الأمن تحية وتقديرا لهم على جهودهم التي يبذلونها في خلال 24 ساعة طيلة هذه الأيام، أيام منع التجول. أيضا أمانة الرياض تشارك أهالي العاصمة وزوار أفراح العيد عن بعد حفاظا على سلامتهم في فعاليات ومسابقات تفاعلية متنوعة، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي من أمسيات شعرية ومسابقات، مثلا مسابقة أفضل صورة وفيديو وفيديو العيد ومقطع غنائي ومسجلات شعرية واستديو الأمانة. وأيضا كما كان في مساء اليوم في العصر عن إطلاق البالونات أيضا بمشاركة أهالي مدينة الرياض عن بعد. هذا ما لدينا من فرحة العيد. صحيح زميلي محمد بأن الرياض لا تشبه الرياض أو عيد الرياض هذه السنة لا يشبه عيدها كما كان عليه في الماضي، ولكن تنفيذا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الاحترازية والوقائية ولبقاء الناس في بيوتهم، الناس تلبت هذا النداء واستجابت وهي في منازلها. وأيضا أمانة الرياض على بعد دقائق من الآن ستطلق من أول فعالياتها الأمسية الشعرية مع الشاعر محمد السكران، وهي بعد دقائق من الآن.